دي كانت طريقة التصميم القطاع لو هو رولد سيكشن، وهناخد دلوقتي طريقة تصميم القطاع لو هو بيلت اب سيكشن. لو هو بيلت اب سيكشن نفس الكلام بنعيده تاني بالنسبة للأحمال لحد ما بنوصل كله متكرر، هي نفس الخطوات لحد ما بنوصل برضو لإيه للإم ماكسيمم اللي احنا هنصمم عليها والشير ماكسيمم اللي هي الحالة دي. بنكون جبنا خلاص الام اكس التوتال اللي هي ام ديد زائد ام لايف زائد في الامباكت، والام واي اللي هي 1/10 من ام لايف بس وزاوية امباكت، والكيو ماكسيمم اللي هي كيو ديد زائد كيو لايف زائد امباكت زي حالة الرول سيكشن بالظبط نفس الخطوات. هي فقط بس لما نبتدي نصمم السيكشن نبتدي نعمل خطوات مختلفة شوية. اول حاجة ان احنا بنفرض كل حاجة، يعني احنا اللي بنصمم عرض الابر فلانج هيكون كام، عرض اللور فلانج كام، دبس الويب هيكون كام، والتخانات بتاعت كل حاجة كل جزء منهم هتكون قد ايه. بنفرض الاول الاتش ويب ان هي بناخدها السبان من 10 ل 15، السبان الخاصة بالجردل بنفسه على 10 من 15 وبنحدد الاتش. السيكنس بتاع الويب بناخده يا اما اكبر قيمة من القيم دي، يا اما 8 ما يقلش عن 8 ملي، يا إما 190 على جذر الإف يلد، الإتش ويب على 190 على جذر الإف يلد، يا إما الكيو ماكسيمم على الألاوبل للشير اللي هو 0.35 في الإف يلد على الإتش دبليو، كأننا بنعمل تشيك على الماكسيمم شير ألاوبل. ودي كأننا بنعمل برضو قطاع على الكومباكت سيكشن أو نون كومباكت سيكشن. بنحدد منها التخانة الخاصة بالويب بيطلع لنا من قيمة المعادلة دي أو قيمة المعادلة الخاصة بالشير، والأكتر فيهم بناخدها وبنراعي إن هي ما تقلش عن 8 مليمتر. يبقى كده حددنا خلاص الاتش للويب والتخانة الخاصة بالويب. بالنسبة للفلانج لو هو عليه ام اكس بنعتبر ان الام اكس دي هتشتغل كأنها كومبريشن للأبر فلانج وتنشن لللور فلانج، فبنجيب التنشن او الكومبريشن اللي هو ام اكس على الاتش ويب اللي احنا حددناها في الخطوة اللي فاتت، وبعد كده بنقسم الفورس على الاريا دي. المفروض بيطلع لنا الستريس الالوبل اللي احنا بناخده حوالي 1.2، دي بتطلع لنا ال A الخاصة بالفلانج. بس احنا دلوقتي عايزين نعمل تركيز للأبر فلانج، نزود العرض بتاعها لأن هي بعد كده هي دي اللي بتشيل ال M Y، وعلى حسابها هنقلل العرض الفلانج لللور. دي الاريا فلانج قلنا اللي بنطلعها للوان فلانج فقط للقطاع لو هما متقسمين بالتساوي اللور فلانج قد الابر فلانج، فاحنا هنجمعهم الاثنين مع بعض. الاريا فلانج اللي احنا طلعناها دي هنجمعهم الاثنين وهيبقى هنضربها في اثنين، فكأنها هي مجموع الاريا فلانج للابر واللور، وهنقسمها احنا بتقسيمه ان كأن الابر فلانج هتاخد تلتين القيمة واللور فلانج هتاخد تلت القيمة. بنقسم الكلام ده فبنطلع الاريا الخاصة بالابر فلانج وبنطلع الاريا الخاصة باللور فلانج. عرض الـ الابر فلانج بناخده حوالي برضو من 15 ل 20 تخانة الابر فلانج. احنا ولا عندنا العرض ولا عندنا التخانة بس عندنا الاريا الخاصة بالابر فلانج، فاحنا لو فرضنا ان العرض بيساوي من 15 ل 20 التخانة الخاصة بالفلانج يبقى احنا ممكن نعوض في المعادلة بتاعة الاريا ويكون المجهول عندنا فقط هو تخانة الفلانج بتكون سكوير. بنجيب تخانة الابر فلانج وبعد كده بنعوض فيها بنفس النسبة اللي احنا فرضناها اللي هي من 15 ل 20 التخانة الفلانج، فبنجيب عرض الأبر فلانج.
بعد كده بنجيب تخانة اللور فلانج، بناخدها تقريبا نفس تخانة الأبر فلانج، فبيبقى مجهول عندنا عرض اللور فلانج فقط، لأن احنا عندنا الأريا الخاصة باللور فلانج. يبقى كده جبنا برضو تخانة اللور فلانج إن احنا سويناها بالأبر فلانج، وبعد كده خلاص بقى معلوم عندنا عرض اللور فلانج. خلاص دلوقتي حددنا أبعاد الأبر فلانج واللور فلانج والويب. يبقى احنا ممكن في حالة البيلت اب سيكشن لازم نجيب احنا البروبرتيز الخاصة بالقطاع. البروبرتيز بتتمثل في ايه؟ بتتمثل في الاريا. الاريا بتبقى التوتال اريا الخاصة بالثلاث اجزاء اللي احنا اتكلمنا عنهم وجبنا الابعاد بتاعتهم، سواء ابر فلانج او لور فلانج او الويب. بعد كده عايزين نجيب السي جي بتاع القطاع دوت، لان هو القطاع ما دام الابر فلانج مش قد اللور فلانج، يبقى السي جي بتاعت القطاع مش في المنتصف زي الرولد سيكشن. بنجيبها ازاي؟ بنجيبها بان احنا بنجمع الاريا الخاصه اللي بتكون القطاع عندنا ككل في بعدها عن نقطه معينه، بتكون هي دي الريفرنس الخاص بينا اللي بعد كده بنحسب منه الواي بار. زي مثلا البعد ده بيكون يا اما الابر فلانج يا اما التوب بتاع اللور فلانج، البوتوم بتاع اللور فلانج او التوب بتاع الابر فلانج. بنجمع الاريا في بعد كل اريا عن الريفرنس بتاعنا، وبنجمعهم وبنقسمهم على التوتال اريا الخاصه بالقطاع، يطلع لنا الواي بار او بعد السي جي عن الريفرنس اللي احنا شغالين عليه. سي ان احنا عرفنا الواي بار، بنقدر بعد كده نحسب الاي اكس الخاصه بالقطاع، ان احنا بنحسب الاي اكس بتاعت كل بارت في مربع المسافه بينها بين السي جي الخاص للبارت ده وبين السي جي الخاصه بالقطاع في الاريا. بالنسبه للاي واي اللي هتقاوم الام واي اللي بتاثر على الكاميرا، بنحسب الاي واي للابر فلانج فقط اللي هو التخانه في البي للأبر فلانج أس 3 على 12. بقى عندنا دلوقتي البروبرتيز اوف سيكشن اللي هي التوتال A، وبقى عندنا الاي اكس اللي احنا جبناها، وهنشوف برضو في المثال الرقمي هنشوف بنجيبها ازاي، وعندنا الاي واي للقطاع. نبتدي نعمل التشيك ستريس على الستريننج اكشن اللي احنا كنا مطلعينها في اول المسألة بعد ما جبنا الاحمال. بنعمل التشيك على القطاع، بنأول بنعمل التشيك الخاص اذا كان كومباكتد او نون كومباكتد، بنجيب السي على التي اف والدي دبليو على التي دبليو، بنقارنهم بالقيم بتاعة الكود، ولو طلع اوكي بيبقى القطاع خلاص نون كومباكتد سيكشن. بعد كده بنعمل تشيك على اللاترال سبورت. اللاترال سبورت بالنسبه للكاميرا برضو زي الرولد سيكشن هي السبان الخاصه بالكاميرا، وبنقارنها بالال ان سبورتد الماكسيمم الخاصه بالقطاع البيلت اب سيكشن اللي احنا جايبينه. برضو بيبقى نفس المعادلات الخاصه بالرولد سيكشن، بس بنحط الاريا فلانج طبعا اللي احنا محددينها والدبس بتاع القطاع اللي احنا محددينه. لو طلعت ال unsupported الحقيقية اللي هي السبان بتاعة الكاميرا أقل من ال unsupported maximum للقطاع، يبقى خلاص بيبقى مفيش lateral torsional buckling هيحصل، وبنشتغل على ال F allowable العادية. لو طلعت أكبر بيبقى لازم نجيب ال F lateral، بيبقى كأن هيحصل lateral torsional buckling، فبنجيب ال F allowable due to lateral torsional buckling. اول حاجه بنعمل تشيك على الاستريس، بيبقى الام اكس على الاي اكس في الواي الخاصه قلنا عند نقطه واحد ونقطه ثلاثة، الاثنين بيكونوا نفس القيمه في الرولد سيكشن علشان كان بعدهم عن السي جي بيكون واحد، انما هنا في الرولد سيكشن بعد الواحد نقطه واحد عن السي جي غير بعد نقطه ثلاثة عن السي جي، بنضطر نجيب ال F واحد وال F تلاتة نتيجة ال M X. كل واحدة منهم بتكون ال M X على ال I X التوتال في بعد النقطة
عن استيجي. الكلام ده المفروض يكون بيطلع استرس يكون allowable اقل من الالاوبل. النقطة 2 هي دي اللي بنجمع معاها كمان الاف الاف due to mx في الواي على الاي اكس اللي هي جايه لنا من النقطة 1 على الاف allowable للباكلينج على النقطة دي زائد الام واي في الاكس 2 على الاي واي. الاي واي قلنا اللي احنا واخدينها الاي واي الخاصة بالابر فلانج، والاكس 2 اللي هي بعد النقطة 2 عن السي جي للقطاع. السي جي للقطاع متماثل هنا فبيبقى كأنها الفلانجة عرض الفلانجة على 2. الكلام ده لأنه هو بيبقى مجرد تشيك على وجود الاسترس الام واي والام اكس على نفس النقطة. الكلام ده المفروض يكون أقل من الواحد في الحالة العادية، بس احنا كمان بنضربه في 1.2 لأن هي بتعتبر كيس بي لأن احنا واخدين ام واي معانا اللي هي نتيجة اللاترال شوك. برضو بنحسب الام ديفليكشن بنفس الطريقة اللي احنا حسبناها في الرول ديسكشن، ما فيهاش اي اختلاف على الاي اكس اللي احنا جايبينها ومحددينها للبروبرتيز الخاصة بالقطاع. الفاتيج برضو نفس الكلام، الفرق بس ان احنا الديتيل اللي بنخش بيها بدل ما كانت ايه في الرول ديسكشن بناخدها بي في البيلت اب سكشن. وبرده نفس الكلام بالنسبة للتشيك على الكريبلينج، المفروض بس الاختلاف في الكي قيمة الكي في حالة البيلت اب سكشن. الكي في حالة البيلت اب سكشن بتكون بدل ما هي تخانة الويب زائد الار في الرول ديسكشن، الار دي كنا الكيرف اللي احنا بنجيبه من الجداول الرول سيكشن، هنا بتكون تخانة الويب برضو بس زائد الاس او مقاس اللحام اللي احنا بنفرده هنا ما بين الفلانجة وما بين الويب. فالكي هنا على طول بناخدها انها تقريبا 2 سم، كأن تخانة الويب 1 مثلا وتخانة سمك اللحام برضو 1. وبنعمل نفس التشيك اللي هو الار على الان زائد 2 كي في تخانة الويب، المفروض برضو ما يزيدش عن الالاو بالفور كريبلينج اللي هو 0.75 اف. نبتدي ناخد مثال محلول سريعا كده في حالة في حالة الرولد سيكشن وحالة البيلت اب سيكشن. دي الحالة اللي عندنا ان هو مدينا المسافة ما بين احمال الكرين وحمل كل وحمل الكرين اللي هو 2 في 12 طن. عايزنا ان احنا نحدد نصمم اذا رولد سيكشن واذا بيلت اب سيكشن، ومدينا ان الاي ناخدها ان هي الامباكت فاكتور يعني ناخدها ان هو 25%، يعني كأننا هنضرب الاحمال اللايف لود في 1.25. واللاترال شوك زي ما احنا واخدين ان هو بيكون 1/10 من الفيرتيكال لود. السبيس بتاعت الفريمات او المسافة ما بين المين كولوم هي نفسها السبان الخاصة بالكرين جيردر اللي احنا هنصممه هي 6 متر. هنا ابتدى حسب الأحمال، الأحمال due to dead load قلنا الأون ويت بنفرده من 0.15 ل 0.2 وبنجيب الـ M dead والـ Q dead، والـ life load برضو بنجيب الماكسيمم الحالة بتاعة الماكسيمم بيندوم مومنت إن احنا بيبقى المسافة ما بين أول حمل للـ CG الخاص بالكاميرا بتكون ربع المسافة ما بين الحملين، لان شرحنا قبل كده لان احنا كاننا بناخد الريزلتنت كانها في النص وبنقسم المسافه ما بين الريزلتنت وما بين اقرب كونسنتريتد لود، فبيطلع ان المسافه ما بين الكونسنتريتد لود والسي جي الخاص بالكاميرا الربع المسافه ما بين الحملين.
بنجيب عند النقطة دي الماكسيمم بيند مومنت، بيكون ام اكس لايف لود. بنضرب القيمة دي في الامباكت فاكتور علشان يكون الام لايف زائد الامباكت، وبنجمع الكلام دوت على الديد لود علشان يبقى الماكسيمم بيند مومنت في اتجاه اكس. الام واي اللي هي 1/10 من قيمة الام لايف لود والزاوية امباكت، بنحددها ما فيش فيها اي مشاكل. والكيو ماكسيمم اللي هي حالة التحميل بتاعتها، ان احنا بنحط اول كونسنتريتد لود على السبورت دايركت، وبعد كده السبورت التاني على البعد منه الثابت اللي هو مديهولنا 1.75 بالنسبة للكرين. بنجيب الماكسيمم رياكشن، وهو ده الماكسيمم كيو اللي احنا هنشتغل عليها ديو تو لايف لود، فبنضربها في الامباكت 1.25، والماكسيمم في اتجاه الاكس بيكون كمان بنجمعه على الكيو ديد لود. نبتدي نختار السكشن از رولد سكشن. بنفرض قلنا لو احنا هنشتغل بروت فلانج اي بيم، او هي نفس الجداول الاتش اي بي، بنفرض ان الزد اكس بتساوي 4 الزد واي، فده بيطلع، والام واي اصلا بنقسمها على 2، فبيطلع لنا المعادله دي ان هي الاس اكس بتساوي ام اكس زائد 8 ام واي على 1.4 في 1.2. ليه؟ لان احنا واخدين تاثير الام واي معانا. بندخل في الجدول بقيمه الاس اكس اللي احنا طلعناها من المعادله دي، وبنحدد هنا القيمه عندنا من الجداول، يبقى طلعت لنا بروت فلانج اي بيم او اتش اي بي 450. بنعمل تشيك على اذا كان كومباكتد، اي قطاع من الرولد سيكشن زي ما اتكلمنا قبل كده في ستيل 1 ان هو بيكون كومباكتد سيكشن، بس لازم نعمل التشيك ده ما دام رولد سيكشن وطالع من الجداول بيكون كومباكتد سيكشن، بس لازم نعمل الخطوتين دول وبيتاكد عندنا ان القطاع ده كومباكتد سيكشن. بنعمل التشيك الخاص باللاترال تورشن باكلينج. ال انسبورتد للكاميرا هو الاسبان للكاميرا اللي هي ال 6 متر. بنجيب ال unsupported الماكسيمم الخاصة بالقطاع، قلنا ان هي بتبقى 1380 في الاريا للفلانج، ده عرض الفلانج ودي تخانة الفلانج، على الاف يلد وعلى ديبس الكاميرا اللي هو 450 يعني 45 سم. والقيمة التانية اللي برضو المفروض نقارن بيها اللي هي 20 في برضو في عرض الفلانجة على جذر الاف يلد. ال unsupported الماكسيمم المفروض ما تزيدش عن القيمة الأقل منهم اللي هي 387، فكده يبقى 600 أكبر من ال الماكسيمم بالنسبة للقطاع، يبقى لازم نجيب ال ال يبقى هيحصل ال lateral torsion buckling، يبقى لازم نجيب ال F allowable due to lateral torsion buckling. بنجيب ال F allowable lateral torsion buckling اللي هي بتكون 800 في الاريا للفلانج في سي بي، على ال unsupported اللي هي 600 على الدبس اللي هو 45. الاريا فلانجة قلنا 30 في تخانة الفلانجة، السي بي بناخدها 1.35. الكلام ده بيطلع لنا كام؟ بيطلع لنا 2.3 طن على سنتيمتر مربع، وهو اكبر بكتير جدا من الاف الاوبل اصلا اللي هي 1.4 طن على السنتيمتر مربع. يبقى طبعا بنشتغل على ال 1.4 لان احنا التشيكات دي اصلا بنعملها علشان لو الستريس الالاوبل المفروض يكون اقل من ال 1.4، فيبقى بنشتغل خلاص على ال 1.4 عادي وما بنعملش ريدكشن للستريس الاوبل. اول تشيك بنعمله قلنا على النقطة واحد في حالة الرولد سيكشن، قلنا النقطة واحد هي نفسها النقطة 3، وبيكون ال ام اكس على الاس اكس اللي احنا جايبينها دايركت من التيبل، والمفروض في الحالة بتاعتنا دي طلع اقل من 1.4، ما بنضربش في 1.2 لان احنا عند 1 و 3 ما بنبقاش واخدين تأثير الام واي. ليه ما بنبقاش واخدين تأثير الام واي؟ لان عند النقطة دي زي ما احنا شايفين كده الديستريبيوتد ستريس ديو تو الام واي بيكون صفر، هو الماكسيمم بتاعة الام واي بتكون عند الاطراف بتاعة الابر فلانج. طيب يبقى دي الحالة الايه اللي هي عند نقطة واحد.
ديو تو ام اكس، وهي طلعت اقل من 1.4. نعمل تشيك على النقطة 2، بتبقى هي نفس قيمة الام اكس عند نقطة واحد، بس بنجيب الاستريس الخاص بالام واي عند نقطة 2، اللي هو ام واي على الاس واي على 2. ليه؟ لان الاس واي اللي احنا بنجيبها من الجدول دي بتكون خاصة بالقطاع كله، واحنا بنبقى عايزين الخاصة بس بالجزء اللي فوق، لان الام واي بتأثر على الجزء اللي فوق فقط. يبقى الام واي على الاس واي على الاف الاوبل الخاصة بالقطاع بتكون 1.4 برضو. القيمة القيمتين دول المفروض التشيكين دول بيكون مجموعهم اقل من الواحد في الحالة العادية، بس احنا هنا بيكون كمان ضاربينه في 1.2 علشان يكون اقل من ال، علشان واخدين تاثير الام واي اللي هي نتيجه اللاترال تورشنال باكلينج. زي ما قلنا بنعمل ستريس على الام اكس، ستريس ديو تو ام اكس على النقطه 3، وبيطلع برضو ان هو 1.4 زي النقطه 1. بنعمل تشيك شير، الشير على ال اتش ال دبليو على التخانه بتاعتها، الكلام ده بيكون اقل من ال 0.35 في ال F yield اللي هي 0.8، بيطلع لنا ال 0.84. ال 0.35 في ال F yield بيطلع لنا التوتال 0.84، فهي 0.42 أقل من 0.84. بنعمل شيك ديفليكشن زي ما اتكلمنا قبل كده، ان هو بيبقى القطاع ال two concentrated دول مستنطرين مع السي جي الخاص بالكاميرا، وبيكون بنجيب قلنا الالاستيك مومنت الطريقه اللي اتكلمنا فيها عند النقطه اللي في المنتصف، وبنقسم الالاستيك مومنت دي على الاي اللي هي 2100 والانيرشيا الاي اكس الخاصه بالقطاع. بنعمل تشيك على الفاتيج، الفاتيج الديتيل ايه لان هو رولد سيكشن، وقلنا بندخل بالان ان هي 2 مليون، بيطلع لنا ان الاف الاوبل الاف الاوبل فور فاتيج رينج بتكون 1.68. ال 1.68 دي بنقارنها بايه؟ المفروض ما بين الفرق ما بين الماكسيمم والمينيمم، قلنا الماكسيمم بيكون الديد زائد اللايف زائد الامباكت، والمينيمم ديد فقط. فبيبقى محصلة الكلام ده ان احنا بنعمل تشيك على الام لايف لود زائد الامباكت على الاس اكس، بيطلع لنا 0.92 اقل بكتير من ال 1.68. بنعمل تشيك كريبلينج، بنأسيوم الان انها بتساوي 10 سنتي، وبنشوف قيمة الكي بتساوي كام زي ما اتكلمنا قبل كده، حسب تخانة الويب وحسب الريديوس بتاع الكاميرا الرولد اللي موجودة في القطاع في الجدول. وبنقسم البي على الان زائد 2 كي، الان اللي هي عرض العجلة نفسها او الكونسنتريتد دوز سبورت، وبيكون ان هي بتساوي 10 سنتي لو ما اتذكرت لناش، وهو غالبا ما بتتذكرش، وبنفرضها 10 سنتي في تخانة الويب اللي احنا محددينه من الجدول اللي هو 1.4. الكلام ده اقل من 0.75 في الاف يلد، ده الالاوبل بتاع الاف كريبلينج اللي بيساوي 1.8 طن على السنتيمتر مربع. وده بيكون اخر تشيك معمول عندنا في حالة الرولد سيكشن، وبنكرر الكلام ده كله بالنسبة للبيلت اب سيكشن. قلنا نفس حالات التحميل ونفس الأحمال اللي موجودة على الكاميرا، ما بتفرقش خالص من رولد سيكشن لبيلت اب سيكشن، لحد ما بنوصل للماكسيمم الأحمال الماكسيمم اللي عندنا سواء ام اكس او ام واي او كيو ماكسيمم. بنعمل استيميشن للكروس سيكشن، بنفرض الويب بنسبة من السبان على السبان على 10 ل 15، وبعد كده بنفرض تخانة الويب ان هي بتكون ماكسيمم من القيم اللي احنا قلنا بنعمل تشيك عليها دي، اللي هي الكيو على الاف الاو بالكيو على الدبس بتاع الويب في التخانة اللي هي المجهولة،
او التشيك على الكومباكت سيكشن اللي هي الاتش على ال 190 على جذر الاف يلد. الكلام ده كله بيكون فيه المجهول التخانة الويب فقط. فبنحدد من كل معادلة تخانة الويب، هنا 4 هنا 6.2، واحنا المفروض اصلا ما نقلش عن 8 مللي، فبيبقى بناخد التخانة الويب 8 مللي. بالنسبة للفلانجة قلنا بنقسم المومنت ديو تو ام اكس على الدبس الخاص بالقطاع اللي احنا جبناه، وعشان نحدد الكمبريشن والتنشن بيطلع لنا قيمة معينة. بنفرض ان الاف الاوبل للقطاع الفلانجات ديت 1.2، وبيبقى يبقى الاريا بتاعت الفلانج الواحدة اللي هي السي او التي على ال 1.2، بيطلع لنا اريا سواء upper flange او lower flange في حالة ان هما متساويين. طب هما مش متساويين، واحنا هنزود area ال upper flange بنسبة 2 على 3، وتبقى نسبة ال lower flange 1 على 3، يبقى بنجمع ال areaتين دول اللي جايين لنا من المعادلة دي، بنجمعهم يبقى ده total area لل upper وال lower flange، وبنقسمهم زي ما قلنا 2 على 3 بالنسبة لل upper flange و1 على 3 بالنسبة لل lower flange. بيبقى بعد كده الاريا بتاعت الابر فلانج بيبقى عبارة عن البي ابر فلانج في التي. بنجيب نسبة ما بين البي والتي، ان احنا بنفرض ان البي بتساوي 20 التي، وبيبقى مجهول عندنا كده التي، وبتبقى طبعا مضروبة في نفسها فبتبقى سكوير. بنجيب التي او تخانة الابر فلانج، ومنها لان احنا عندنا اصلا الاريا بنجيب البي الخاصة بالأبر فلانج اللي هي النسبة اللي احنا محددينها 20 في التخانة. البي الخاصة باللور فلانج برضو بنفرض التخانة بتاعت اللور فلانج نفس تخانة الأبر فلانج، وبنجيب بعد كده العرض بتاعها لأن الأريا بتاعتها بتكون متحددة. جبنا القطاع بالأبعاد بتاعه، بنجيب الـ properties of estimated section زي ما اتكلمنا برضو قبل كده. بنجيب الاريا بتكون سهله ان احنا بنجمع الثلاثه بارس الخاصين بالقطاع، وبعدين بنجيب الواي بار. بنلاحظ مثلا الواي بار هنبتدي الريفرنس بتاعنا من اللور سيرفيس الخاص بالابر باللور سيرفيس الخاص باللور فلانج. منه بنحسب ريفرنس بعد كل بارت عن الريفرنس ده. بنجيب الاريا بتاعت اللور فلانج. اللور فلانج العرض بتاعها 20 والتخانة بتاعتها 2، السي جي بتاعها التخانة على الاتنين علشان هي قريبة جدا من الريفرنس، يبقى ال20 في الاتنين في الاتنين على الاتنين اللي هي الواحد، يبقى ده خلاص كده الاريا في البعد بتاعها الخاصة باللور فلانج. نفس الكلام بنجيبه بالنسبة للويب. الويب احنا كنا فرضنا ان الدبس بتاعه 50 والتخانة 0.8، يبقى دي الاريا. في بعد السي جي بتاع الاريا دي عن الريفرنس اللي احنا شغالين عليه، بعد السي جي بتاعه اللي هو 50 على الاتنين يعني 25 زائد التخانة، لان احنا الريفرنس بتاعنا اللور لاين ده، يبقى زائد التخانة بتاعة الفلانجة، يبقى 2 زائد ال25 يبقى بعد السي جي بتاعت الويب 27. هيتبقى الأبر فلانج. الأبر فلانج الأريا بتاعته 40 في التخانة اللي هي 2، دي الأريا. وبعد السي جي بتاعته عن الريفرنس، البعد برضو بيساوي كام؟ بيساوي 50 زائد 2 للور فلانج زائد نص الأبر، نص ثيكنس الأبر فلانج اللي هو 1، يبقى 50 زائد 2 زائد 1 يدينا 53. الكلام ده كله على التوتال اريا الخاصة بالقطاع اللي احنا حاسبينها في الخطوة اللي قبلها، بيدينا مسافة معينة اللي هي 33.5، دي الواي بار او بعد السي جي عن الريفرنس اللي احنا شغالين عليه اللي هو الخط ده. يبقى احنا جبنا كده الواي بار بتاعة القطاع او بعد السي جي الخاص بالقطاع. طبعا بنبقى واخدين بالنا ان هو السي جي ده بيبقى مترحل شوية عن ما بيبقاش في نص القطاع، بيبقى متجه ناحية الفلانجة الأكبر اللي هي الأبر فلانج شوية، فبيبقى
بعيد عن النص القطاع ناحية الأبر فلانج. بنجيب الاي اكس لكل بارت من الاجزاء الخاصه بالبيلت اب سيكشن ده حوالين النيترال اكسس الخاص بالقطاع. بنجيبه ازاي؟ ان احنا بنجيب الانرشيا بتاعه كل بارت زائد الاريا بتاعه البارت ده في مربع المسافه ما بين السي جي الخاص بالبارت وما بين السي جي الخاص بالقطاع. المسافة دي بنجيبها ازاي؟ بنجيبها ان هي بتبقى الفرق ما بين الواي بار وما بين بعد البارت ده عن الواي بار. يعني دلوقتي احنا لو هنجيب بالنسبة للويب يبقى الخمسين أس ثلاثة في تخانة الويب اللي هو 0.8 على 12 زائد 0.8 في 50، دي الاريا بتاعة الويب في المسافة المفروض سكوير اللي هي بعد السي جي بتاع الويب عن النيوترال اكسس بتاع القطاع. بنجيبها ازاي؟ دايركت على طول الواي بار ناقص البعد اللي احنا كنا شغالين عليه هنا واحنا بنجيب الواي بار اللي هو 27 الخاص بالويب، يبقى 33.5 ناقص 27، الكلام ده سكوير، يبقى كده الجزء الخاص بالويب. نفس الكلام بنعمله بالنسبة لللور فلانج وبالنسبة للأبر فلانج. الفرق بس الوحيد إن إحنا ما بنجيبش الإنيرشيا لللور فلانج والأبر فلانج، يعني ما بنضربش في التخانة أس 3 على ال 12 لأن هي بتبقى قيمة قليلة جدا فبنهملها، فبيبقى بالنسبة للفلانجز سواء أبر أو لور بتبقى الأريا في مربع المسافة عن النيوترال أكسس سكوير على طول دايركت. ده بالنسبة لللور فلانج وده بالنسبة للأبر فلانج. كل ده بيطلع في الاخر اللي هو قيمته قيمه الاي اكس. بنجيب الاي واي بس للابر فلانج فقط اللي هي البي الابر فلانج اس 3 على ال 12 في التخانه. خلاص دلوقتي بقى عندنا البروبرتيز اوف سيكشن اللي هي الاريا والاي اكس والاي واي للابر فلانج. بنعمل التشيكات اللي احنا عملناها قبل كده في الرول سيكشن سواء كومباكت سيكشن او نون كومباكت سيكشن، بس هنا لازم نعملها لان القطاع ده بيلت اب يعني احنا اللي عاملينه، فهو اكيد مش ممكن يكون، يعني احتمال يكون كومباكتد واحتمال ما يكونش كومباكتد، فبتبقى فعلا التشيكات دي كونسيدرد فعلا زي ما حصل عندنا هنا ان هي نون كومباكتد سيكشن. بنجيب برضو اللاترال انسبورتد الاكتوال اللي هي برضو زي حالة الرولد اللي هي السبان الخاصة بالكاميرا اللي هي 600، وبنجيب بالنسبة للقطاع المينيمم للانسبورتد دنس بيطلع لنا من المعادلتين يا اما 516 يا اما 852. بنشتغل على القيمة الاصغر، فالقيمة الاصغر اللي هي 516 بتطلع برضو اقل من الـ600 اللي هي الاكتوال اللي حصل عندنا، يبقى اكيد هيحصل لاترال تورشن باكلينج. بنجيب الاف اللاوبل نتيجه اللاترال تورشن باكلينج بنفس المعدل اللي فاتت، وبرده بتطلع لنا 1.98 يعني برده اكبر من 1.4، يبقى في النهايه برده بناخد ان الاف اللاوبل للبندنج بتكون 1.4 طن على سنتيمتر مربع. بنعمل تشيك على الستريس بالبروبرتيز اللي عندنا خلاص، نفس الخطوات خلاص بعد كده بنعملها بالنسبة اللي عملناها بالنسبة للرولد سيكشن، وكله دلوقتي موجود عندنا سواء البروبرتيز للقطاع او الاف الاوبل اللي هي برضو 1.4، وبتبقى نفس التشيك. وبرضو بالنسبة للكريبلينج الفرق قلنا ان احنا بناخد الكي ان هي بتكون الكيل واحدة بتكون تخانة الويب زائد تخانة اللحام، فبناخد الكي على طول انها 2 سنتي. بالنسبة للفتيج الفرق الوحيد ان احنا بندخل على الجدول الاستريس الخاص بالفتيج رينج بديتيل بي بدل بديتيل ايه اللي كانت في الرولد سيكشن، فده بيدينا ان الاف الاوب للفتيج رينج اللي هي 1.26 بدل ما كانت 1.6 تقريبا في الرولد سيكشن. بنعمل تشيك على القطاع من الاف ماكسيمم ناقص الاف مينيمم، قلنا ان هي على طول ممكن ناخدها الاف لايف لود في الامباكت على الاي اكس في الواي الخاصه بالقطاع اللي هي اكبر واي 33.5، لان هنا الواي للابر فلانج غير الواي لللور فلانج.
الكلام ده بيكون بيطلع قيمة، طلع عندنا هنا قيمة أكبر من الإف ألاوبل للفاتيج رينج اللي هي 1.26. يبقى دلوقتي لازم نزود القطاع. بيبقى غالبا بنحسب القطاع، ممكن نزود الفلانجة أو ممكن نزود التخانة الفلانجة أو ممكن نزود عرض الفلانجة. ده بالنسبة هنا بيقول ان هو increase depth and recheck. ممكن برضو نزود الدبس على طول بتاع الكاميرا اللي احنا شغالين عليها، بس عموما لو زودنا تخانات الفلانجة او دبس الكاميرا بنزود فقط بنزود بنعمل تشيك على الستريس الخاص بالفاتيك اللي هو اخر تشيك فقط اللي هو طلع معانا انسيف، وما بنعيدش التفاصيل تاني. ده التشيك على الكريبلينج زي ما قلنا بيبقى نفس التشيك اللي فات، بس الفرق في قيمة الكي ان احنا بناخدها ممكن ناخدها 2 على طول، وبيبقى ده اخر تشيك خاص بالبيلت اب سيكشن. في تشيك تاني بنعمله اللي هو خاص بالويلد. الويلد علشان نحسب الويلد ما بين الفلانجة والويب بيبقى المجهول عندنا مثلا الاس او تخانة الويلد ده المفروض بيكون كام. بنحسبه ازاي؟ ان احنا الاس بتاعت القطاع الفلانجة بنحسبها اللي هي الاريا بتاعت الابر فلانج في المسافة ما بينها وما بين النيوترال اكسس، بتبقى هي دي الاس اكس الخاصة بالابر فلانج. الكيو الاوبل بتساوي الكيو او الكيو الماكسيمم او الشير الماكسيمم في الاس اللي هي اللي احنا حاسبينها للابر فلانج على الانيرشيا الخاصة بالقطاع. الكلام ده بيكون المفروض يكون بيدينا قيمة أقل من الكيو الاوبل اللي هي مفروض كيو الاوبل للولد اللي هي مفروض 0.2 في الاف اطول. مساحة الولد قد ايه؟ اللي هي الطول بتاع الولد، طول الولد في الاس اللي هي سمك الولد في 2 لان الولد بيكون من ناحيتين. زي ما احنا شايفين هنا الولد اللي بيربط الابر فلانجة بالويب بيكون من الناحيتين، فبيبقى في 2. اللينس بتاع الولد هنا في المعادلة دي بيساوي كام؟ احنا بنعتبره ان هو الوان يونت اللي هي 1 سنتي. يبقى المجهول دلوقتي عندنا في الناحية اليمين من المعادلة هو الاس فقط، لان احنا عندنا كل الداتا دي، عندنا الكيو وعندنا الاس اللي احنا حسبناها للابر فلانج وعندنا الانيرشيا الخاصة بالقطاع. من المعادلة دي بنحسب الاس المفروض تكون اللحام ما بين الابر فلانج وما بين الويب قد ايه، وبيطلع ان هو بناخده المينيمم اللي هو يكون 6 مليمتر. ودي اخر حاجة بنكون اخر تشيك بنعمله في البلت اب سيكشن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.